يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبورت كلينيك. اليوم معنا دكتور عزيز على قلوبنا وراح نتناقش وياه في مواضيع مهمة جدا. نرحب في الدكتور محمد السمات. يا هلا وسهلا فيك دكتور محمد، وسعيد جدا للأمانة في التواجد وياك في هذا البرنامج المميز، ونتمنى إن شاء الله نقدم حلقة خفيفة ومميزة لجميع المشاهدين. أكيد إن شاء الله، وحياك الله مرة ثانية دكتور ويانا. دكتور حابين نسألك كم سؤال يعني بخصوص أهمية الرياضة. طبعا أهمية الرياضة يعني يمكن الكل الحين سمع عن أهميتها بالنسبة حق الانعكاسات الإيجابية، بالنسبة حق الناحية البدنية وأيضا الناحية الصحية وأيضا الناحية النفسية، لكن اليوم في هذا الوباء اللي الله إن شاء الله يكفينا شره، نبي نعرف شنو دور وأهمية الرياضة بالنسبة حق وباء ومرض كورونا. جميل جدا. بداية الله يزيل هذه الغمة عن هذه الأمة في القريب العاجل. مرينا في تجارب كبيرة خلال السنتين اللي فاتوا، ومن أهمها اللي كنا نحرص عليه يعني بشكل كبير، وخصوصا كانت في لفتة مميزة من قبل الحكومة بقرار مدروس للأمانة جدا، هو تحديد ساعتين مخصصتين لممارسة الرياضة أثناء جائحة كورونا. عارفين احنا جميع العوائل والأسر كانت تعاني من حظر الكلي، وكانت الأوقات مضكوكة وإغلاق المرافق العامة، وجميع الأمور الترفيهية كانت مغلقة بالتام في الدولة. لذلك نتيجة لهذه الضغوط كان هذا القرار الإيجابي من قبل الدولة بتحديد هذه الساعتين اللي كان لهم الأثر الإيجابي الكبير اللي من خلاله حددت الدولة بممارسة الرياضة، وكانت انعكاساتها كبيرة. إذا بنتكلم بالجانب الأول كجانب ترويحي وتنفيسي، استطاعت الأسر والمجتمع ككل من خلال تحقيق هذا الجانب الأول اللي هو الترويح والتنفيس، ولكن انعكاساته كانت أكبر من ذلك إذا بنأخذها من الجانب الصحي، ولا أيضا من الجانب النفسي، ولا أيضا من جوانب أخرى كذلك الجانب الاجتماعي. صحيا كانت لها انعكاسات مميزة جدا، مثل ما أنت عارف دكتور محمد أهمية الرياضة وممارستها وانعكاسها على الصحة العامة. إذا بنأخذها من 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 من, من النقطة الأولى مثل ما نقول، رفع كفاءة الجهاز المناعي اللي من خلاله تحقق بممارسة الرياضة خلال هذه الساعتين، بالإضافة إلى أيضا جانب مهم بالصحة العامة اللي هو يرجع إلى جانب المحافظة على مستوى سكر الدم، كذلك أيضا كفاءة الجهاز الدوري التنفسي، بالإضافة إلى حماية الجسم أو المفاصل من الالتهابات، وكذلك الممكن بعض الإصابات اللي تعرض لها نتيجة الجلوس لفترة طويلة، الخشونة والأمور هذه المتعلقة في الفترات الطويلة في الجلوس. تأكيدا على كلامك دكتور، أغلب الدراسات والإحصائيات الأخيرة العالمية أثبتت أن اللي كانوا يمارسون رياضة بشكل منتظم كانوا هم أقل تأثيرا بشكل سلبي من أعراض مرض كورونا، فهذا دليل يعني علمي جديد يثبت أهمية الرياضة بالنسبة حق محاربة الأمراض ورفع كفاءة المستوى المناعي للجهاز المناعي. طبعا دكتور، هذا دليل أن في عندنا ثقافة بالنسبة حق المجتمع الكويتي، يعني بمجرد أن صدر هذا القرار هو أن يقدرون يمارسون الرياضة، شفنا أن المجتمع الكويتي يمشي كأسرة كاملة، الأم الأب الأبناء الكل يمارس الرياضة. لكن النقطة المهمة هني دكتور، احنا الحين الحمد لله رب العالمين وصلنا إلى تقريبا راح نوصل 100% من أن رفع القيود بالنسبة لنا، هل هذه السلوكيات راح تستمر مع العوائل، ولا ممكن أنها كانت فترة معينة وما صارت لنا نمط حياة؟ احنا نتمنى أنها تكون نمط حياة، شو أنت تعتقد دكتور؟ جميل جدا. هذه الساعتين اللي تحددت من قبل الدولة مثل ما تفضل دكتور ولدت ثقافة جديدة عند المجتمع، على وهي أهمية ممارسة الرياضة. قلنا انعكاساتها بالناس من ناحية الصحية، ولكن كان لها تأثير كبير جدا. إذا بندخل أيضا من الجانب النفسي، التمست العديد من العوائل، عارف انت القاعدة في البيت والضغوطات النفسية اللي تعرضون لها الأسر والعوائل، كانت للرياضة والساعتين اللي يطلعون فيها تخفيف من الضغط والتوتر اللي حاصل بالنسبة للعوائل من نفس بالنسبة للصحة النفسية. نتابع معاك موضوعنا عن الصحة النفسية بعد الفاصل. ناخذ فاصل أعزائي المشاهدين ونتابع مرة ثانية إن شاء الله. يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين، عدنا معاكم مرة ثانية بعد الفاصل.
دكتور محمد، بالنسبة حق الصحة النفسية، شنو ممكن احنا نعطي نصائح إيجابية لممارسة الرياضة وانعكاساتها الإيجابية على مرض كورونا من ناحية الصحة النفسية والثقافة اللي احنا نتمنى ان هي تستمر في ممارسة الرياضة بالنسبة حق العوائل الكويتية اللي نفس ما ذكرنا ان هي اثبتت ان للشعب الكويتي او حتى السكان دولة الكويت اثبتوا انهم يحبون الرياضة وكانت هي المتنفس الوحيد لهم من خلال ممارسة الرياضة. جميل، مثل ما ذكرنا دكتور محمد بالنسبة للصحة النفسية واللي يمكن ابعادها ما كانت واصلة للناس بشكل واضح، خصوصا يمكن الناس لما تسمع الرياضة فعلى طول تتجه للجانب البدني. صحيح. فما تدري ابعاد هذه الامور اللي وصلت للصحة النفسية. اول شيء كان هو تحسين الحالة المزاجية الموجودة عند الأسر نتيجة الضغوط المعرضة لهم داخل الجلوس للبيت لفترات طويلة، كذلك التفكير الكبير بجائحة كورونا، ولا قدر الله هناك العديد من الناس فقدت عوائلها بالنسبة لهذا الوباء، والعديد من الأمور كانت للرياضة تنفيس كبير من الناحية المزاجية وأيضا تخفيف الضغوطات والتوتر جراء التفكير الدائم في هذا الموضوع الخاص في كورونا. بالإضافة إلى وضع الجانب الصحي أيضا اختلف عند العديد من الناس، من خلالها كان تأثيرها تخفيف حدة التفكير في ما وراء بعد كورونا. هل الموضوع ممتد بشكل أطول؟ راح يطول؟ هل والله خالصين مو خالصين؟ فهذه الهواجس أصبحت تأثر بشكل كبير على العوائل، ولكن للرياضة كان لها دور كبير من خلالها يعني عملت تغيير كبير من ناحية الصحة النفسية الخاصة. نعم. في المجتمعات ككل. نعم الدكتور، هذا من ناحية الصحة النفسية. إنزين، من ناحية اجتماعية شنو كان في تأثير إيجابي من خلال ممارسة الرياضة؟ من ناحية الاجتماعية دكتور محمد يمكن التمسنا، أنا التمست في البيت وأنت التمست في البيت مع العائلة. أول شيء كان هو تقوية الروابط الاجتماعية الموجودة بالعائلة. نعم. عارفين المجتمع الكويتي، إحنا الأم والأبو ما يلتقون إلا على الغداء، العيال. صحيح. بالمدرسة. صحيح. أنت في الدوام، المرأة ممكن في البيت ولا في الدوام، فما تجمعنا إلا وجبة واحدة اللي على أساسها ممكن نجتمع وتلاقى مع الولد تناقش فيها. ولكن هذه الساعتين اللي خصصتها الدولة ومن خلالها مارسنا الرياضة، كانت الأسرة تطلع ككل مع بعض في ممارسة نشاط بدني، الضحك مع بعض، السوالف مع الوالد، حتى منافسات البسيطة من خلال والله الجري ولا الدراجات بالممشى. قوة الروابط الاجتماعية ما بين الأبناء وأيضا الأولياء الأمور كذلك امتد الموضوع أبعد من ذلك، وصل للأطفال اللي خلق عندهم ثقافة جديدة. قبل الطفل يجي في باله والله أنا بلعب رياضة، أنا والله أنزل بوزن شوي. صح. ولكن الثقافة الجديدة أثبتت شيء مختلف في كون أنه والله هذا وقت أتسلى فيه مع أبوي، هذا وقت أسولف فيه مع أخوي، أتنافس فيه مع. كذلك تقوية الشخصية بالنسبة للطفل في هذا الوقت، خصوصا أنه تعرض لفترة طويلة قاعد في البيت ومجابل التلفزيون، بالإضافة للجانب الصحي المهم للقضاء على السمنة والأمور المتعلقة في الأبناء، فهذه أهميتها من الناحية الاجتماعية كممارسة رياضة. دكتور، أعتقد أن المتعارف أن الأطفال دائما يحبون التقليد. صحيح. مو بس أنهم يتعلمون، يحبون التقليد، فأعتقد أن هذا الشيء كان شيء إيجابي، أنه هو لما نشوف الوالدين عنده يمارسون الرياضة ويحبون الرياضة، حتى إذا رجعنا مرة ثانية وانفتحت كل الأمور وارتفعت كل القيود، ممكن أن مثلا بعد فترة الوالدين يرجعون حق الانشغالات وما يمارسون الرياضة، لكن هذا الشيء 100% أنه انغرس في أطفالنا. أشكرك دكتور محمد السماج على هذه الفقرة الشيقة والجميلة. أتمنى أعزائي المشاهدين أن تكونون استفدتوا من هذه الفقرة. نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.